الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الأنوار، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا، ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد، كنا نتكلم في الحلقة 14 من كتاب قواعد العقائد للإمام أبي حامد الغزالي شيخ الإسلام وحجة الإسلام وحجة الأنام رضي الله تعالى عنه في السمعيات، وقلنا قال في السمعيات وهو الجزء الثالث من التوحيد، فالجزء الأول متعلق بذات الله تعالى وصفاته المقدسة المنزهة، والجزء الثاني في النبويات أو النبوات وهو ما يتعلق بالرسل، والجزء الثالث وهو السمعيات ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يدركه العقل إنما يدرك بالسمع. قال السمعيات، وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد الموت. وأوله من الأخبار بعد الموت من السمعيات التي تكون تدرك بالسمع ولا تدرك بالعقل، سؤال منكر ونكير، وهما شخصان مهيبان هائلان، ها قلنا ملكان أسودان أزرقان كما ورد في الأحاديث، ويقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد. أهو هنا إن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. خلاص، فالموت النوم هو الموتة الصغرى، فيكون البعث هو اليقظة الكبرى، ماشي، بعد الموت. إن الملكان يقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد. الروح بتبقى داخل الجسد كما وصفها أهل السنة والجماعة أنها تدخل في الجسد تحل فيه، ماشي، طول ما الإنسان عايش. لما بينام بترتفع فوق الجسد وبينها وبينه اتصال، بمعنى إمكان عودها ورجوعها كحبل، عودها ورجوعها وحلولها داخل البدن مرة أخرى عند الاستيقاظ. وعند الموت ينقطع ذلك الحبل أو تلك الصلة بإمكانية العودة إلى الجسد، إلا أنها تعود في القبر بنوع أن العود ليس كالذي يكون في الدنيا، وإنما يكون حياة برزخية، بمعنى اتصال الجسد بالروح وتنعم كل منهما، أو تعذب والعياذ بالله تعالى كل منهما على سبيل الاتصال ده، من غير أن يحيا ويقوم ويتنفس وما إلى ذلك، ويستمر الجسد في مراحل الفناء. لكن نقول ان من الدار الاخره، من التي نشرح احنا في البرزخ، يقول انت في ذهنك الان يقعدانه اهو، ويقعدان العبد في قبره. طب ده العبد في طبقه من الارض، لو لحد او شقه بيبقى في طبقه، كيف يجلس؟ ده بقى دي اراده الله تعالى، ان ده ممكن في قدره الله، في قدره الله تعالى خلاص يبقى هيقعد، ونؤمن بالقعود وأنه يقعد في قبره. طب إزاي ده لو قعد هيتخبط في الصخرة اللي فيه والأرض قد كده، ده هو تلت متر اللي هو ما يكون بداخله الإنسان. دي إرادة الله تعالى بقى، يقعده كيف شاء، إحنا شايفين مش هيقعد، لكن هو عند الله يقعد. ليه؟ هذا مخالف عادي، مش مخالف عقلي. فالله يفسح، يقول الأرض تفسحي فتتفسح، فيجلس العبد بإرادة الله تعالى، ويتمكن الملكان من إقعاده وإقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد. تعود الروح للاتصال بالجسد، ليس مثل الاتصال الموجود في الدنيا. قلنا انقطاع الصلة بالموت،
انقطاع الصلة فقط في إمكانية العودة كالحبل، لكن ممكن تعود عن غير طريق الحبل كما سأشرح بعد ذلك. فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهما فتانا القبر، وسؤالهما أول فتنة بعد الموت. يبقى أول حاجة سؤال الملكين، خلاص، ويجلسانه كما قلنا، يجلس في القبر ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي رواية: ومن هذا الرجل؟ يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهما فتانا القبر، الملكان دول فتانا القبر، وسؤالهما أول فتنة بعد الموت، وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه حق وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء، أي ما شاء الله عز وجل. إن هنا لو هو سألاه الملكان فأجاب إجابة المؤمن أو الصالح، ها، يكون نعيم في القبر بالروح والجسد، يتنعم في قبره بروحه وجسده. وإذا كان كافر والعياذ بالله تعالى، فإنه يعذب في قبره بروحه وجسده. كما رأى رجل مثلا في البخاري، رأى رجل أبو لهب فسأله: ما حالك؟ قال: ما زلت بشر حيبة. طب ده بيتعذب، ده آرم ومات، لكن قال إيه؟ ما زلت بشر حيبة، ها، إلا أني أسقى مثل ذلك يوم الاثنين، لأنه أعتق ثويبة التي بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده الشريف. فيكون طيب، إحنا بعد 100 سنة هنلاقي الجسد ده فنى، مش موجود بأتراب، أيوة جميل، لكن هو في الحقيقة أنه موجود جسد لكن لا نراه، والجسد له اتصال بروح ذلك الجسد التي كانت في الدنيا، لكن لا نرى ذلك الاتصال رغم الانعدام، بل الانعدام في المكان، هنشيل الترب دي كلها مش موجودة، إلا أن الله تعالى وهو أصدق الصادقين يقول إيه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هيفضل أهل فرعون دول، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب ده اللي هو في القبر ده بيستمر بالروح والجسد إلى قيام الساعة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، رغم أن احنا مش شايفين، لو فتحنا في القبر ولا حاجة، ما بنراش حاجة، ده بالعكس بعد 100 سنة هذا الجسد يصير ترابا تماما، حتى العظم يفنى يصير ترابا، لكن ليس ذلك دليل، إنما كأن الله تعالى قد أنشأ في هذه الدار من الحق ما لا نراه من جسد لهذا الإنسان مستمر متصل بروحه، يتنعمان الجسد والروح معا، أو يعذبان الجسد والروح معا إلى يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى في آل فرعون. فليس خصوص لآل فرعون، بل الخصوص لجميع، بل العموم لجميع هذه الأمة، على صفة العموم للأمة كلها. وأنكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال، كما ورد في الحديث. وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه حق وحكمه عدل، حكم عذاب القبر عدل على الجسم، أي بعدل الله تعالى على الجسم والروح على ما يشاء المولى عز وجل. وأن يؤمن بالميزان، ذي الكفتين واللسان. إن أهل السنة بيقولوا في ميزان حقيقي، والميزان ده مش معنوي، لا، ده ميزان حقيقي، ها، بكفتين وله لسان. لسان هذا العضو الذي يكون رفيع في وسط الميزان فيستقيم على الصفر، على الايه، على الاستواء. وان يؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان، الميزان له كفتين بالفعل وله لسان. وصفته في العظم انه مثل طبقات السماوات والارض، ان الميزان ده عظيم جدا في خلقته الحسيه، مثل ايه، طبقات السماوات والارض. توزن الأعمال بقدرة الله تعالى، أي الأعمال أيضا تصور في صورة، الأعمال المعنوية تصور في صورة حسية جميلة، والأعمال السيئة تصور في المعنوية أيضا تصور في صورة حسية سيئة رديئة، خلاص. توزن الأعمال بقدرة الله تعالى. والسند يومئذ مثاقيل الذر والخردل، تحقيقا لتمام العدل. إن السنج اللي هي السنجة التي تضعها مثل الكيلو أو النصف كيلو أو الربع كيلو أو الأونز هكذا، اللي هي السنجة دي سنج،
يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل. إن تشكل الذر والخردل من الأعمال في شكل صنج باختلاف أوزانها فتوضع في الميزان. والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تحقيقا لتمام العدل. وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله تعالى. وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور، ده ميزان ذو كفتين، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله تعالى بفضل الله تعالى. وتطرح صحائف السيئات في صورة قبيحة في كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى. يبقى الفضل في الثواب من الله تعالى، والعدل في العقاب من عدل الله تعالى بصحائف السيئات. وأن يؤمن بالصراط، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله الله ما نحن على مسلمين.